قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن الهجوم الإيراني على إسرائيل كان عدوانيا لكنه غير دقيق، وأضاف جالانت أن الرد الإسرائيلي على إيران سيكون قاتلا دقيقا ومفاجئا. المعركة التي نخوضها تشترك فيها كل أجهزتنا، فيدنا قادرة على الوصول لكل مكان في الشرق الأوسط، إيران ولبنان وسوريا واليمن والعراق، أي مكان يصدر منه تهديد سنواجهه بحزم. الهجوم الإيراني كان عدوانيا لكنه ليس دقيقا، فمطاراتنا لم تصب وكل طائراتنا تحلق نحو أهدافها. ومن ناحية أخرى فإن هجومنا سيكون فتاكا ودقيقا وقبل كل شيء مفاجئا، لن يفهموا ماذا حدث وكيف. أما رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتز هاليفي قال إن حزب الله يحاول إخفاء خسائره وحجم الضربة التي تلقاها، وأنه يواجه الصعوبة في القيادة والسيطرة حسب تعبيره. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيواصل مهاجمة حزب الله ولا يسمح له بالتنفس والتعافي حسب وصفه. هاليفي قال إن إيران فقدت المواقع الأمامية التي أنشأتها على حدود إسرائيل، وأنها تلقت ضربة قوية عميقة بضرب حزب الله وفقا لما جاء في تصريحاته.